يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجيب على من استدل على جواز الزيادة في الدعاء بزيادة ابن عمر رضي الله عنه في التلبية، وكيف نفرق الزيادة في الدعاء؟ نعم، ما يخالف الزيادة في الدعاء، ما يخالف، زد من المشروع، زد من المشروع ولا تزيد شيء غير مشروع. نعم، ما أحد أنكر الزيادة في الدعاء، إنما أنكر الدعاء المبتدع. نعم.